تصبحي على خير. ممكن اطلب منك طلب وما تكسفنيش؟ تحت امرك، اتفضلي. ارجوك تطلع معايا ناكل لقمه متواضعه. ايوه بس اصل ارجوك. يا سلام، ما تصوريش قد ايه كان نفسي في الاكله البيتي الحلوه الجميله دي. انا دايما في خدمتك يا فندم. ما تيجي احسن نبطل حكايه افندم وانسه دي ونخليها ممدوح ونفيسه كده على طول. اللي تشوف يا فندم. يا ريت لو احبس بكوبايه شاي كده. اه نحبس. ايه ده؟ انا عارفه ان حضرتك بتحب الدرينك. انت عظيمه يا فيس. اتفضل. عن اذنك وارجوك خد راحتك. باي باي. باي باي. ممدوح عبد الحفيظ مدير الشركة اللي بتشغل فيها انفيسة. مهنا انفيسة؟ مش معقول. طب ما تيجي تتفضل على الكنبة اريح. ها؟ الكنبة اريح. لا يا لعيب، عيب. لا 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 ما يصحش كده، عيب. انا بقيت راجل مستقيم.